مساء الخير، عم نطلع عليكم اليوم من خلال برنامج Property Yours لنعرض آخر العقارات الموجودة بلبنان. إذا كنتوا بترغبوا بشقة سكنية، مكتب أو فيلا، ما قلكن لتابعوا هالحلقة، خليكن معنا. كتار منكن عم ينبشوا على بيت دوبلكس فخم بمنطقة مرتبة. اليوم جينا على عوكر لنعرفكن على دوبلكس للبيع ببناية جديدة على شكل فيلا. هالدوبلكس مساحته 560 متر مربع وتابع له 90 متر مربع تراس بيطل على فيو ما بيتسكر عليه. دوبلكس موقعه على آخر طابق من هالبناية، جديد وجاهز للتسليم. بلاط رخام بالأرض، شفاج على الميزوت، سبليت يونت اي سي كونسيلد بقلب السقف. أول طابق من الدوبلكس مؤلف من 4 ريسبشن ارياز: مطبخ، تواليت للضيوف، غرفة خادمة وحمامة، وثلاث غرف نوم ماستر. وحدة من هالغرف النوم تعتبر الماستر الأساسية وتابع لها ووك إن كلوزيت. طابق الروف لهالدوبلكس مؤلف من غرفة قعدة كبيرة وغرفتين نوم ماستر بيطلعونا على تراس بمساحة 90 متر مربع بيطل على فيو ما بيتسكر عليه. الدوبلكس اللي شفناه ببناية كتير فخمة، مجهز ليركب له شوميني، غرف النوم مجهزين بباركيه، المطبخ عم يتسلم حسب طلب زبون. تابع لهالدوبلكس 3 باركينج أندرغراوند وأكيد كاف بمساحة 30 متر مربع بعوكر بمنطقة كتير مرتبة. 560 متر مربع سكن مع 90 متر مربع تراس بيطل على فيو صوب بيروت والبحر والجبل ما بيتسكر عليه، للبيع بمليون و 400 ألف دولار. لكجوري أبارتمنتس للبيع بالمونتي فيردي المتن على الشارع رقم 8 وتحديداً ببناية أسلا 5253. هالبناية مؤلفة من 8 شقق سكنية. مساحات الشقق بأسلا 5253 من جوا 250 أو 260 متر مربع، من المدخل على 2 ريسبشن أرياز، مطبخ، تواليت للضيوف، غرفة خادمة وحمامة، وثلاث غرف نوم، بالإضافة لتي في روم منفصلة لحالة. كل شقة ببناية أسلا 5253 تابع لها 2 باركينج أندرغراوند من خلال بوابة على الكهرباء. غير الجراوند فلور يلي تابع له جنينة، آخر طوابق بالأسلا 5253 دوبلكس بمساحة 350 متر مربع من ضمنهم 4 غرف نوم وتي في روم مع تراس. مواصفات كل شقة بأسلا بتتضمن بلاط رخام، شوفاج على الميزوت، اير كونديشن كونسيلد بقلب جبسن بورد، وكل الشقق متلين على فيو صوب البحر والجبل. بالمونتي فيردي ببناية بتتميز بهاي اند فينيشينج، مساحات شقق 250 متر مربع مع جنينة أو سيمبلكس أو حتى دوبلكس بمساحة 350 متر مربع، حالياً ستارتينج برايس 2800 دولار بالمتر. نحن بالمتن وعلى ارتفاع 1100 متر عن سطح البحر وتحديداً بمنطقة دهور صليمة لنتعرف على مشروع فيلا السكني للبيع تحت اسم تلة الصنوبر. مشروع تلة الصنوبر مؤلف من 17 فيلا دوبلكس بمساحة 235 متر مربع
وتريبلكس بمساحة 320 متر مربع. كل فيلا بمشروع تلة الصنوبر ملبسة صخر، بتتميز ببلاتر خام بالأرض، ديكور جافسين بالسقف للإندايركت لايتينج، وإمدادات للهيتينج والإير كونديشن يونيتس، بالإضافة لبرايفت جاردن لكل فيلا بمساحة 200 متر مربع تقريبا. بالمتن وبمنطقة ظهور سليمة، تلة الصنوبر مشروع فيلال أندر كونستراكشن بيتسلم بخلال سنة 2016 فيلال بمساحة 235 متر مربع دوبلكس ب 300,000 دولار، وفيلال بمساحة 320 متر مربع تريبلكس ب 450,000 دولار. شقق سكنية للبيع بمنطقة الويزة بعبدة بقلب بناية فخمة مألفة من 5 طوابق، كل طابق شقتين، شقة 190 متر مربع مألفة من 3 غرف نوم، وتاني شقة 200 متر مربع مألفة من 3 غرف نوم مع تي في روم بالنص. مواصفات كل شقة بتتضمن بلاتر خام بالأرض، ديكور جافسين، تجهيزات لاير كونديشن وهيتر على الميزون. الشقق ببناية الويزي بمرحلة التسليم، كل شقة تابع لها 2 باركينج واندرجراوند ستوريج روم. تتميز كل شقة بفيو صوب الجبل وصوب البحر ما بيتسكر عليها. كتار منكم عم ينبشوا على بيت قريب للساحل ولا المدينة، نفس الوقت حسسكن انه ساكنين بالجبل وإله طلة. اليوم رح نعرفكن على مشروع جديد تحت اسم أزور فيليج بمنطقة بقنايا جل الديب. هالتلة ببقنايا إلا فيو 360 درجة وبعيدة 3 دقايق عن ساحل جل الديب. أزور فيليج مؤلف من 6 بنايات، 4 منهم شقق سكنية و2 منهم تاون هاوس دوبلكس شبه برايفت. إذا كان طلبكن لشقة صغيرة بتلاقوا مساحة 195 أو 200 متر مربع، أو إذا حبيتوا توسعوا شوي في شقق بمساحة 235 متر مربع، أو إذا كان طلبكن لشيء أفخم بتلاقوه بالتاون هاوس دوبلكس. هيدي شقة ال 235 متر مربع مألفة من 3 غرف نوم بالإضافة لتي في روم، وحدة منهم ماستر، وهيدا الفيو اللي تابع لإله. بنيتين من مشروع الأزور فيليج هن تاون هاوس دوبلكس، بيتميزوا ببرايفسي شبه فيلا، كلهم إلهم فيو صوب الجبل والبحر، إلهم 4 باركينج أندر جراوند وتراس وجنينة لاثنين منهم، مساحاتهم 250 300 و 350 متر مربع. كومبينيشن بين الحجر والخشب واللاندسكيبينج عاطي المشروع طابع هندسي بتميزه عن غير مشاريع. مواصفات المشروع اللي شفناه كتير عالية، غير انه قريب للساحل وكل شقة مطلة، الأزور فيليج بيتميز بهاي اند فينيشينج من البلاط الرخام والسيراميك الأوروبي، كل شقة مجهزة بشوفاج، اير كونديشن ومطبخ، كل شقة لها 3 باركينج او 4 اندر جراوند، بالإضافة لباركينج للزوار. ليه بدكم تشتروا بالأزور فيليج ببقنايا؟ لأنه هالجيتد كوميونيتي بتتميز ببرايفسي وسيكيورتي. إذا عم تفتشوا على شقة بسعر كتير مميز وبمنطقة فخمة وشارع كتير رايق،
ما إلكن غير سام بيلدينج بمنطقة عوكر البلفيو. سام بيلدينج بناية جديدة جاهزة للتسليم ومؤلفة من 6 شقق سكنية تتراوح مساحاتهم من 200 ل 300 متر مربع. أول شقة بالسام بيلدينج هي طابق كامل على السوسول، مؤلفة من 260 متر مربع شقة سكنية، 100 متر مربع غرفة تابعة لهالشقة على نفس الطابق، و200 متر مربع تراسات وجنينات. تاني شقة بسام بيلدينج مؤلفة من 210 متر مربع سكن وتابع لها برايفت باركينج من خلال بوابة على الكهرباء على نفس الطابق بمساحة 140 متر مربع. الشقة الثالثة بالبناية هي على الطابق الأول ومساحتها 200 متر مربع، وآخر طابق هي دوبلكس بمساحة 300 متر مربع. مثل ما ذكرنا، سام بيلدينج على شارع كتير رايق بمنطقة عوكر بلفيو. كل شقة مجهزة بإمدادات للشوفاج وللإير كونديشن، ومجهزة بسولر باور لتأمين مي سخنة. كل شقة بتتميز بمنظر نهائي ما بيتسكر عليه. بمنطقة العوكر بلفيو مساحات من 200 ل 300 متر مربع، أسعار من 380 ألف دولار لل 440 ألف دولار. تتمتع مدينة سانت بيترسبورغ الروسية بالعديد من القصور الإمبراطورية الفاخرة والنوافير العريقة، وتلقب المدينة بنافذة أوروبا أو بالعاصمة الثقافية لروسيا. تقسم مدينة سانت بيترسبورغ ل 18 منطقة، وتعتبر منطقة المثلث الذهبي من أرقى المناطق. ويعرف وسط المدينة بالفخامة بفضل المنازل الفاخرة اللي بتتميز بالمواقع الحلوة، بالإضافة للأسقف العالية اللي بيبلغ ارتفاعها 3 أمتار على الأقل، مما بيساهم بتشكيل نمط الحياة المميز لنخبة المجتمع. بدي أذكر إنه كتير المشاهدين عم يبعتونا طلباتهم على بريدنا الإلكتروني info@propertyyours.com، أو عم بيتصلوا فينا على الرقم اللي عم بيمر على الشاشة ليستفسروا أكثر عن العقارات اللي عم نعرضها ضمن برنامجنا، أو كمان لطلب عقارات ذو مواصفات معينة. لهالسبب رح نعلن عن الطلبات ضمن برنامجنا، وفي حال متوفر عندكم العقار المطلوب اتصلوا فينا. ومن العقارات المطلوبة فيلا بالمتن بحدود 500 متر مربع سكن بمنطقة قرنة شهوين، عين عار وبياضة، فيلا بالمتن أيضا مطلة على البحر بمنطقة بحر صاف، ظهر الصوين، بيت مري، برمينة وبعبديت، ومطلوب أيضا شاليه فخم على الجازون بمسبح بكسروين مساحته بين 150 و200 متر مربع، وكمان مطلوب بيت قديم على البحر أو شاليه بمنطقة طبرجة وصولا لمنطقة البترون. نحن ناطرين اتصالاتكم ورسائلكم، واكيد فيكم ترجعوا تحضروا كل حلقات Property Yours على mtv.com.lb/programs. انا بودعكم، والى اللقاء بعقارات جديده واخبار عقاريه جديده يوم غد وبنفس الوقت. تصبحوا على خير.